السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل عمرك تساءلت في ماذا كان الأنتي فايروس الذي تستخدمه هو امتياز أمني بالنسبة إليك أو خطورة أمنية؟ نعم، أتحدث عن بعض الأنتي فايروس المعروفة والمشهورة مثل كاسبيرسكي، أفيرا، والتي يستخدمها العديد من المستخدمين العرب. تجد أغلبية العرب يستخدمون كاسبيرسكي وأفيرا. تسأل عن ما هو أفضل أنتي فايروس، يقول كاسبيرسكي أفيرا. فأعتقد أن شهرة الأنتي فايروس في حد ذاته هي أضحت خطورة أمنية، كون أن العديد من الهاكرز والعديد من الذين يقومون بتشفير الأنتي فايروس أو تشفير فيروساتهم وتشفير تروجاناتهم والتي تمكنهم من التحكم بالحواسيب، فهم يفكرون في بعض أو استخدام تقنية الهندسة العكسية في بعض الأنتي فايروس المشهورة. فمثلا أنا كهاكر أعرف جيدا أن هناك 90% من المستخدمين العرب يستخدمون أفيرا وكاسبيرسكي. لهذا حتى عندما سأفكر في إنشاء تروجان الخاص بي وتشفير التروجان الخاص بي، لن أذهب إلى التفكير أو لن أفكر في الأنتي فايروس الغير معروفة. سأفكر حبا بالأنتي فايروس المعروفة وسأحاول أن أشفر التروجان الخاص بي من هذه الأنتي فايروس مهما كان الوقت ومهما كان الجهد الذي سيطلب مني. لكن أعلم جيدا أنني عندما سأصل إلى تشفير هذا التروجن من برامج الحماية مثل كاسبيرسكي أو أفيرا، فهنا سأضمن أنني عندما سأقوم بنشر هذا التروجن في أي منتدى أو في أي موقع سيكون عدد من الضحايا كبير جدا. فلهذا يعني تبقى هذه الإشكالية، هل أنا عندما أستخدم أنتي فايروس معروف بكاسبيرسكي أو أفيرا أو إلى غير ذلك من البرامج المشهورة، لكن أنا أركز على كاسبيرسكي وأفيرا، كون أن العديد من المستخدمين العرب يستخدمون كاسبيرسكي وأفيرا، وأنا على يقين أن أو الأغلبية المشاهدين الذين يشاهدون هذا الفيديو لديه إما كاسبيرسكي أو أفيرا، أو كان لديه أفيرا واستخدم كاسبيرسكي، أو كان لديه كاسبيرسكي واستخدم أفيرا. يعني هنا يعني في الحقيقة تعد خطورة أمنية، يعني ك ك ك كنقطة في الحماية وحمايتي وحماية نفسي من 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 استخدام أنتي فايروس معروف. كون أن نعم أنا لا أنكر أن هذه الأنتي فايروس هي قوية، لكن مشكلتها أنها معروفة جدا، مما يجعل الهاكرز يحاولون تشفير أنتي فايروساتهم أو عفوا تشفير فيروساتهم وتروجاناتهم على هذه البرامج الحماية. كأنني لا أقول أو لا أحاول أن أشجع على استخدام برامج حماية ضعيفة، لكن هناك برامج قوية ولكن ليست لها شهرة كبيرة. أنت بالنسبة إليك مشاهد الآن، أنت بالنسبة إليك هناك امتياز أمني، وهو أن عندما يكون الفيروس معروف جيد دع الناس يشكرون فيه، دع الناس يستخدمونه، لكن حاول أن تبتعد عن هذا الأنتي فايروس المعروف، كون أن شهرته تباعد حتى المخاطر عليك أنت، لأن شهرته ستجد أن العديد من أطفال الهاكرز والهاكرز يحاولون تشفير أنتي فايروسهم أو تروجانهم أو فيروسهم على هذا البرنامج المعروف. أما عندما أنت تستخدم برنامج هو قوي، نعم قوي لكن غير معروف، هناك العديد من البرامج القوية ولكن غير معروفة، غير لن أقول أنها نعم هي معروفة ولديها شهرة، لكن لا تتسم بتلك الشهرة البارزة، تلك الشهرة التي تجعل أي شخص تسأله عن ما هو أفضل أنتي فايروس يقول لك كاسبيرسكي، أنت أفيرا. لا، تستخدم أنتي فايروس معروف، هناك عدة أنتي فايروسات معروفة وقوية تستطيع أن تستخدمها وتحافظ على حمايتك. نعم، هذه في حالة أو في الحالة التي تستخدم أنتي فايروس ولكن نفترض أن تمتلك فقط حاسوب واحد. لكن من الأفضل، ونقطة رائعة جدا، من الأفضل أن عندما وهذه يعني شخصيا أنصح بها، أنك عندما تستخدم عديد من الحواسيب، نفترض أن في المنزل لديك مثلا حاسوبك، حاسوب أختك، حاسوب أخوك، لديك حاسوب للوالد، أو لديك مثلا أنت حاسوب وأبنائك لديهم حاسوب، فحاول أن تنوع في برامج الحماية. نفترض أن حاسوبك اجعله نعم هنا حتى هنا يمكن أن نتحدث عن استخدام برنامج أو برامج معروفة. مثلا هنا في هذه الحالة يمكنك أن تستخدم مثلا كاسبيرسكي أو أفيرا، وفي حاسوب آخر تستخدم فيروس آخر، وفي هذا الحاسوب تستخدم أنتي فيروس آخر، وتحاول تحاول أن تنوع في برامج الحماية التي تتوفر عليها، هكذا حتى ترفع من نقاط
فقط الحماية ومن من من فرصة اكتشاف البرامج الضارة وهكذا تحاول حماية نفسك. نعم هناك بعض الإخوان سيطرحون تساؤل ماذا عن الكلين سيرفر؟ نعم الكلين سيرفر وهو التروجن بالنسبة للإخوان الكلين سيرفر وهو التروجن الذي لا يتم التعرف عليه من أي برامج حماية. لكن فيما يخص هذه النقطة أقول أنا عندما يقوم هذا الشخص بعمل سكان فهو غالبا يحاول أن يعمل سكان على كم تعمل سكان على 20 أنتي فايروس على 21 أنتي فايروس على 18 أنتي فايروس. هل تعتقد أن هناك 18 أنتي فايروس هي المتواجدة في العالم الافتراضي؟ طبيعة الحال لا، هناك العديد من الأنتي فايروس التي لم يتم سبق لك وقمت بالتجريب عليها. لا غير ذلك، فغالبا كالهاكرز واقترابي من هذا الميدان واقترابي من هذه الفئة، فكن على يقين يعني الهاكر أو الشخص الذي يقوم بتشفير الأنتي فيروس ليكون في قمة السعادة عندما يجد أغلبية الأنتي فيروس المعروفة لم تقم بكشف هذا الفيروس، لأنه يعلم جيدا أن مثلا بعض الأنتي فيروسات ضعيفة فلن يستخدمها المستخدمون. كذلك فيما يخص الكلين سيرفر فهو مدة حياته قصيرة جدا، مدة حياة الكلين سيرفر قصيرة جدا وسرعان ما يتم اكتشافه وفضحه كذلك. إذا كانت هذه هي رأيي فيما يخص هل استخدام أنتي فايروس معروف هل هو امتياز أمني أم خطورة أمنية؟ أتمنى أن يكون لديك رأي كذلك وأن تشاركني رأيك كذلك، ولكي نحاول إغناء هذا الموضوع الخاص بهذه الحلقة. كنت سعيد جدا بأناقشكم في هذا الموضوع، أمل اللقاء بكم قريبا في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.